بالتأكيد. زميلنا المميز أحمد المسيري من ملعب المباراة يقول لنا كواليس ما قبل هذه المباراة، أخبار هذه المباراة. أحمد، مساء الفل عليك. مساء النور زميل عزيز كريم رمزي، برحب بيك وبرحب بضيوفك في استديو تايم سبورت من هنا من استاد طنطا، واحدة من أهم مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم للهروب من منطقة الخطر في جدول المسابقة، واللي هتجمع ما بين فريق طنطا مع فريق أسوان. يمكن فريق طنطا دخل معسكر أمس بفندق النادي استعدادا لهذه المباراة. الكابتن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا أكد أنه سيسعى للحصول على نقاط المباراة الثلاث للهروب من وقصر سلسلة التعادلات الأخيرة، وأبدى رضا التام عن الأداء الذي قدمه لاعبه طنطا أمام فريق المقاصة والمباراة اللي انتهت بتعادل فريقين بهدف لكل فريق. وقال أن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فايز عريبي قرر صرف مكافأة الفوز لكل لاعب رغم التعادل مع فريق المقاصة. في المقابل فريق أسوان الحقيقة بيعاني من أزمة كبيرة تتمثل في غياب اثنين من أبرز مهاجميه وهو الإثيوبي أحمد أكري وأحمد عبد الظاهر، واللي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وتقرر غيابهم حتى نهاية الموسم الحالي. أخيرا يدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم الكابتن محمود البنا. إذن هذا كل ما لدي، والآن عودة لزميل عزيز كريم رمزي، تفضل يا كريم.